بداية حديثنا مشاهدينا اليوم رح تكون مع الجانب الطبي، ورح ننتقل لنحكي عن موضوع مقاومة الأنسولين اللي يعد حالة مرضية فيزيولوجية ممكن تصيب الأشخاص، وبالتالي بتنعكس علينا وبتكون سبب للأمراض المزمنة والخطيرة، وعلى رأسها داء السكري من النوع الثاني يلي بينتج أو نتيجة لذلك بصير عندنا حالة من عدم استجابة الجسم لهرمون الأنسولين. نحكي أكثر بشار عن هذا المرض تحديدا، عن طرق علاجه، أعراضه وأسبابه. اليوم كثير أسئلة وأجوبة رح يوضح لنا إياها الدكتور أسد إبراهيم، أخصائي بالغدد الصم والسكري عند الأطفال، صار معنا ضمن استوديو دامسكو. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم أستاذي المشاهدين. يسعد أوقاتك دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا. خلينا بالبداية ناخذ هيك تعريف توصيف لمرض مقاومة الأنسولين بشكل عام. هلا حتى نبسط الأمور ممكن نركز فقط على جانب انه دور الانسولين باستقلاب سكر الدم. الانسولين هو هرمون تفرزه البنكرياس بالاحوال الطبيعيه استجابي لارتفاع سكر الدم. دوره الرئيسي هو انه يخلي الانسجه تستفيد او الخلايا تستخدم الجلوكوز كمصدر للطاقه. بالحالات الطبيعيه اي شيء نحن بناكله بيتحول الى سكر، هذا السكر بيكون بالدم بيعطي اشاره للبنكرياس بتفرز انسولين. الأنسولين بيحفز الخلية على أنه تأخذ السكر تستخدمه كمصدر للوقود. لما بينزل تعطي إشارة للبنكرياس أنه نوقف إفراز أنسولين. هاي بالأحوال الطبيعية. طبعا جزء من الجلوكوز يتم أيضا تحت إشراف الأنسولين تخزينه بالكبد للاستخدام لاحقا. بالحالات المرضية لما بتكون في كميات كبيرة من السكر بالدم دائما تصل إشارة إلى البنكرياس أنه لإفراز الأنسولين. مع مرور الوقت وبوجود عوامل وراثية وبوجود البدانة بتصير الخلايا مقاومة لا تستجيب على الأنسولين، وبالتالي يبقى السكر مرتفع بالدم. بنفس الوقت لا يتم الاستفادة منه من الخلايا، هون بيتجه نحو التخزين بالنسج الشحمي. هون يبدأ مصطلح المقاومة على الأنسولين اللي هو ممكن يتطور بعدين إلى مرحلة ما قبل الداء السكري أو إلى الداء السكري نمط 2. والأسباب والمسببات دكتور تحديداً لهذا المرض شو هي؟ هلا كآلية أو سبب واضح لهذا المرض غير محدد 100%. في عنا العامل الوراثي يلعب دور، الأساس هو العامل الوراثي بوجود قصة عائلية سواء للمقاومة على الأنسولين أو وجود قصة عائلية لداء السكري نمط 2. في عنا أيضاً العوامل الخطورة الثانية، الثالوث اللي بيجتمع هو القصة العائلية مع البدانة مع قلة النشاط الفيزيائي. هدول الأساسيات الثلاثة اللي بيساهموا بتطوير المقاومة للأنسولين. طبعا في عوامل تانية، العمر أكثر من 45 سنة، وجود قصة عائلية لداء السكري الحملي، وجود فرط شحوم دم. في عنا أسباب ثانوية للمقاومة، يعني إذا كنا عم ناخد أدوية مثل الكورتيكوستيرويدات، مضادات الزهان بتسبب مقاومة على الأنسولين. في عنا أيضا بعض الأمراض الغدية مثل داء كوشينج أو متلازمة كوشينج، ضخامة النهايات. سبب واضح في هذه الآلية، الأساس هو الجينيتكس، الاستعداد الوراثي المترافق مع عوامل الخطورة، الأساس فيها زيادة الوزن وقلة النشاط الفيزيائي. تماما دكتور، اليوم إذا بدنا نحكي عن أعراض أو علامات لهذا الموضوع، هل في علامات واضحة ممكن يعاني من المريض؟ بشكل عام هو شيء يتطور داخل الجسم مخبريا، وبالتالي ممكن يتطور على فترة سنوات ما منلاحظ أعراض. في بعض الأمور التي تشير، طبعا لما منكون نحن كشخص مؤهب، يعني شخص بدين مع وجود قصة عائلية لازم ينتبه، ولكن التشخيص هو تشخيص مخبري. في بعض العلامات الجلدية اللي ممكن تظهر، في عنا شيء بنسميه احنا الشواك الأسود اللي هو آفات جلدية على شكل تحزز، بياخذ لون أسود بنشوفه على جانبي العنق وبنشوفه تحت الأبط. هي علامة كتير مميزة للمراحل متقدمة، للمراحل الأولى، لازم الأولى. تمام. فنحن عرض انه نقول هذا عرض ينسب للمقاومة على الأنسولين، لا، نحن اي شخص عنده بدانة، عنده قلة نشاط، عنده قصة عائلية، هذا الشيء لازم نشيك عليه أو نتحقق من وجوده، وهي العلامة ممكن نشوفها. في حالات تكشف المقاومة باختلاطات الداء السكري نفسها، يعني ممكن ما نكشف نحن الموضوع، نكتشف أنه صار في عنا إصابة عينية نتيجة ارتفاع مستويات السكر اللي ما وصلت لتشخيص الداء السكري، إنما هي عالية وأدت إلى الاختلاطات العينية عند المريض. هو أحد أشكال مرض السكري؟ فينا نقول تمام المقاومة الأنسولين هو الآلية الأساسية في الداء السكري نمط 2.
هو ليس أحد أشكال الداء السكري، إنما هو بالسير الطبيعي عم يتحول المريض إلى مرحلة ما قبل الداء السكري. مع إذا ما دخلنا بالعلاج المناسب حنوصل للسكري نمط 2، فهو الآلية الأساسية في إحداث داء السكري نمط 2 أو الكحلة. تماماً. دكتور، بدي انتقل شوي للسيدات وموضوع تكيس المبيض أو كيسات المبيض، قديش في رابط بينه وبين موضوع مقاومة الأنسولين؟ وشو هو هذا الرابط؟ هلا الرابط معروف بين المبيض متعدد الكيسات اللي هي حالة بنشوفها عند السيدات وبين المقاومة على الأنسولين. الرابط عم ياخذ احيانا شكل سبب وشكل نتيجه، بمعنى المقاومه على الانسولين احنا بنشوفها بالترافق مع البداني، بنشوفها بالترافق مع اضطرابات شحوم الدم، وهي نفس الاعراض موجوده عند السيدات اللي عندهم مبيض متعدد الكيسات. الانسولين بحفز المبيض على انتاج كميات كبيره من الهرمونات الذكريه التستوستيرون، هي نفسها بتفاقم مشكله خلل الاباضه الموجود في المبيض متعدد الكيسات. المبيض متعدد الكيسات ايضا عم يفرز الهرمونات اللي هي مقاومه للانسولين، يعني الهرمونات اللي بتعاكس عمل الانسولين. ف يعني خلينا نقول رابط مباشر بيناتهم هن نتيجه اشتراك بالاليه المرضيه. من هون اجى في شيء اسمه المتلازمه الاستقلابيه، بمعنى ميتابوليك سيندروم، اللي بيجتمع فيها المقاومه على الانسولين مع فرط شحوم الدم مع فرط التوتر الشرياني. بنفس العوامل الخطورة هي موجودة، فرط الأنسولين دم يسيء للمبيض متعدد الكيسات، المبيض متعدد الكيسات أيضا يفاقم من حالة فرط أنسولين الدم أو المقاومة. وبالنسبة لعالية التشخيص دكتور اليوم على شو بتعتمدوا حضرتكم؟ التشخيص مخبري، أي شخص عنده عوامل خطورة، القصة العائلية، البداني، العمر، حتى بدون وجود أعراض أو علامات صريحة للداء السكري، لازم نحن نشوف أولاً سكر الدم ممكن يكون مرتفع لكن ليس إلى عتبة تشخيص الداء السكري نمط 2، نسميها خلل أو اضطراب تحمل السكر. هون ممكن نلجأ لمخزون السكر أو السكر التراكمي أو الخضاب الجلوكوزي، ببلش كمان القيم ترتفع، نشوف شحوم الدم خاصة الشحوم الثلاثية والـ LDL كوليسترول أو الكوليسترول الخبيث بيكون عالي، الـ HDL كوليسترول بيكون منخفض. فهي الاضطرابات المخبرية اللي بتشكل خلل الاستقلابي الناجم عن المقاومة على الأنسولين. تماماً. دكتور، بالنسبة للشباب الرياضيين أيضاً دائماً موضوع مقاومة الأنسولين والأنسولين تمام. والبناء العضلي، اليوم شو العرف الصح أو الطريقة الصح أو الخطوة الطبية الصح؟ تمام. هلا نحن حنميز بين أنه في شيء مرضي ولا في شيء سليم. فيزيولوجياً الأنسولين هو من الهرمونات البناءة، يعني بيساهم في بناء العضلات وبيزيد من البروتين وبيخفف من النسيج الشحمي. التمارين الرياضية بشكل عام هي بتزيد من استجابة الخلايا للأنسولين، يعني بتحسن عمل الأنسولين المفرز داخلياً. شيء طبيعي أنه أحياناً يرتفع سكر الدم نتيجة التمارين الرياضية، ليش؟ لسببين. التمارين الرياضية أيضاً بتزيد هرمونات الشدة، هرمونات الشدة اللي هي الأدرينالين، الكورتيزون، كل هاي الهرمونات تعاكس عمل الأنسولين. فبالتالي نحن دائماً الجسم بيحافظ على رباط وثيق، بتوازن وثيق بين الارتفاع سكر الدم، إفراز الأنسولين عم يبني العضلات. هاي بالحالات خلينا نقول الطبيعية، التمارين الرياضية كتير مفيدة وهي خطة علاجية أساسية أيضاً النشاط. بس نحن هون كتير مركز إنه هذا النشاط لازم يكون منتظم وليس إنه نشاط بيوم واحد. هو النشاط المنتظم هو اللي بيعيد تأهيل الجسم وتأهيل استجابة العضلات للأنسولين. تماما دكتور، اليوم في علاقة بين الشهية المفتوحة، فينا نقول البدانة، بزيادة إفراز هرمون مرض الأنسولين، ليش تحديدا؟ لا، البدانة طبعا هي العامل الخطورة الأساسي وهي العامل الحاسم بتطور المقاومة للأنسولين. نادرا ما نشوف أشكال وراثية، خلينا نقول مقاومة على الأنسولين بدون بدانة. البدانة عم تخلي الجسم أو تخلي بالدوران كمية كبيرة من السكر الكورتيزون، عفوا السكر الدم الجلوكوز. هذه الكمية الكبيرة عم تعطي إشارة دائمة إلى البنكرياس أنه عم نفرز أنسولين. مع الزمن مثل ما حكينا أنه عم يتعود الجسم، فما بصير في استجابة للأنسولين. النقطة الثانية، البدانة عم تأثر من الناحية النفسية أيضا. الناحية النفسية نتيجة تأثيرات على المهاد، على المركز الشبع، عم يصير في تأثير عبر الوساطة الالتهابية، حتى عم يصير تأثير على مركز الشبع. فنحن عم ندخل بحلقة معيبة بين البدانة
وما ينتج عن تأثيرات نفسية. تأثيرات نفسية عم ترفع الكورتيزول اللي هو هرمون الشدة، هرمون الشدة عم يعاكس الأنسولين، عم ندخل بحلقة معيبة عم تفاقم المقاومة على الأنسولين. في أطعمة اليوم يعني هون بيخطر ببالنا سؤال إنه شو الأطعمة اللي ممنوع اليوم ولازم يتجنبوها أصحاب هذا المرض؟ هلا هي بكل بساطة هي الأطعمة اللي أو النظام الغذائي الصحي حتى للشخص السليم. يعني نحن هي ندخل حتى بمبادئ العلاج، هو تعديل السلوك أو تعديل النظام من حياتنا لايف ستايل بشكل تمارين. والنقطة الثانية بموضوع التغذية، التغذية لازم نبتعد عن الأغذية ذات الكمية العالية من الحريرات، يعني الأغذية الجاهزة. لازم نبتعد على عن الدهون الصناعية اللي كمان بتزيد من شحوم الدم واللي كمان بتزيد من بتفاقم خلل اللحوم اللي فيها دهنة. نحن دائما بنشجع على تناول الأمور الطبيعية، خلينا نقول الفواكه، الخضار، شرب كميات كبيرة من الماء، تناول الألياف. النظام الغذائي الصحي المثالي اللي هو طبيعي للشخص الطبيعي أو مع مقاومة على الأنسولين. تماماً. دكتور، اليوم مراحل الخطورة أو مضاعفات خطيرة ممكن تكون نتيجة إهمال معين، نتيجة دائماً بعض المرضى بيوصلوا بمراحل العلاج أو اللايف ستايل تبع الغذاء وإلى ما هنالك للنص وبيقطعوا. تمام. قديش ممكن يكون عندنا مضاعفات خطيرة لهذا الموضوع؟ نحن دائماً مثل ما حكينا المقاومة للأنسولين هي جزء من اضطراب استقلابي يشمل فرط الشحوم، يشمل فرط التوتر الشرياني، ونحن عم نمشي باتجاه داء السكري نمط 2، وبالتالي نحن عم نحط بذهننا الاختلاطات على مستوى العين، اختلاطات اعتلال الأوعية الشبكية، إصابة الكلية، اعتلال الكلية، البداني وتأثيراتها مثل ما حكينا النفسية، تأثيراتها على المفاصل، ارتفاع شحوم الدم، المخاطر القلبية الوعائية. اليوم عم نحكي بشكل عام عن إصابات متعددة خطيرة طبعاً. هي حتى إصابات الكلية الناجمة عن السكري هي أكثر سبب لزرع الكلية في العالم مثلاً. صحيح. فالداء الكلوي النهائي. نحن لما عم نتدخل يعني في نقطة لازم نتدخل فيها نعدل السلوك. في أمور نحن إذا حكينا المقاومة للأنسولين في استعداد وراثي، في أعراق معينة وفي عمر، هدول ما لنا قادرين نتدخل فيهم، بس نحن موضوع البداني قادرين نتدخل فيه، موضوع التغذية السليمة وأنا موضوع النشاط الفيزيائي هدول قادرين نتدخل فيهم، وبالتالي نؤخر قدر الإمكان تطور المقاومة للأنسولين ونؤخر الاختلاطات الناجمة عن هذا. تمام. الدقائق الأخيرة دكتور، بدنا نصائح من حضرتك وبدنا طرق علاج. تمام. الأساس نحن دائما مثل ما حكينا يكون في عنا تعديل لنظامنا الحياتي، الغذاء الصحي اللي بيحترم الهرم الغذائي، الابتعاد عن الوجبات الجاهزة اللي فيها سعرات حرارية كتيرة أو الدهون الصناعية، ممارسة النشاط الفيزيائي المنتظم، وليس أنه كل أسبوع أو كل شهر، لا منتظم، في نمط حياة لازم. صعبة علينا شوي دكتور. هذا الشيء بيحسن كتير من عمل الأنسولين. هاي الأمور اللي احنا قادرين نتدخل فيها، نراجع الطبيب بوجود قصة عائلية لداء سكري أو مقاومة على الأنسولين أو اضطراب تحمل سكر الدم حتى نشخص باكر ونمنع تطور الاختلاطات الخطيرة. يعني نتمنى السلامة للجميع. بدنا نشكرك كتير دكتور، شكرا على المعلومة. كل الشكر لوجودك معنا دكتور، وأكيد الصحة والسلامة ترافق الجميع. كل الشكر لوجودك معنا.